هو ليس جلجامش العظيم وليس نبوخذ نصر الشهير، لكنه بالتأكيد من أحفادهما. ليس اسمه هو المهم، أكان محمد أم حسن أم حسين أم حسوني، فالأهم أنه اكتسب شجاعته من آبائه وأجداده وأسلافه. سطر ملحمته البطولية الخاصة، هو طفل عراقي لم يتجاوز ربيعه العاشر. نعم، هو طفل لديه شجاعة الحمزة وعزة العباس وشموخ علي وقوة عمر وحكمة سهيل. حسبالي سلمية شايل لي علم وبطالة مية تضربني برصاص الحي. ولك ليك هاي سوايتك يا مو عراقية، هاي سوايتك يا مو عراقية، اضربني عمي خابانة زي ما اشوف، اشك حق ابتدار تضرب لك مية واشك حق السياسي اذا يريد يقول يتحسن وضعكم هاي مقضية، واشك حق السعب اذا رد انتخابكم واذا رد انتخابكم هاني ما علي. لم تمنعه طفولته من المطالبة بوطن، ولم تردعه طلقات الغادرين من السير في مقدمة صفوف الثوار. أعلن أنه استشهد، لكن العزيز الجبار أمد له في عمره وأنجاه من الموت، وها هو يروي قصته ببراءة ملؤها الشجاعة. يقول أنا حي مرزق. واحد طق صورة وكاتب عنها صورتي أنت شهيد. يا أبا لا شهيد ولا حي أرزق، بس شنو كنا طابيني يعني بمكان خطر، قلت له ذا طبي يجوز استشهد، ضربت هنا انجويت هنا هاي بالدخانية وانضربت بقلبي هاي. شوف قلت له جوز راح أموت أني، قلت له راح أموت أقول له هاي انشر صوري أنا حير أرزاق وحي الله العراق وأهل العراق.